ماما مريضة، ما هي اللي عندي. انا ما كرهتش، كانت عندنا دارنا كبيرة باش ما تبقاش طلع عنا المرض، بقى تقول لنا خلصوني حيت ماما اللي عندي ما كتقدرش تخدم ولا تهز حتى حاجة. انا اللي عندها في البيت. انا حنا بوحدنا، حنا انا ما باغيش نخرجوا للزنقة. انا باغي تكون عندنا دارنا فيها كوزينة وبيت والصالون، هادشي اللي باغي. وباغي باش تشوف ماما وتبقى معايا. كنطلب من المحسنين يعاونوا ماما باش تشافى. ما نقدرش نعيش في الزنقة، انا ما كرهتش واخا يكون عندي غير بيت وكوزينة الناس فيه. ما فكرش في الكره غير شهر واحد غادي نكون مرتاح. دابا انا كنخدم 70 درهم في النهار واش 14% غادي يخلص بيا الكرا؟ لا نشري الدواء لا نقري ولدي. السلام عليكم، انا الاسم ديالي لميع العالمي، ساكنه في فاس صاحب الورد. عندي 11 عام وانا مهرسه من داري ومن رجليا بجوج ومن عنقي. كنت باقا صغيره، كنت يلا عندي 14 عام. تزوجت وانا بقى صغيرة، كنت عندي يلا 16 عام. من بعد ما تزوجت كنت كنعيش مع الزوج ديالي، كان كيضربني كيسطملي على راسي. ملي حملت بولدي وتزاد ولدي سمح فينا خلالي عنده 15 يوم، انا كنت عندي 18 عام. رغم داكشي كامل جيت عند العائلة ديالي، العائلة ديالي ما بحالهمش، انا با ما عنديش، ما عندهمش الامكانيات باش يساعدوني ولا باش يسكنوني. ولا قالوا لي تعطي ولدك ديه لباه وانت يعني سيري ديري اللي عجبك. يعني انا ما قديتش، انا شفت راسي غادي نخرج من دارنا، اللهم نخرج مع ولدي، ما قديتش نسمح فيه. قول لي شنو السبب رجعت؟ علاش تخلى عليك؟ علاش تخلى عليا؟ حيت انا ما قديتش نسكن في العروبيه، وكنت مهرسه من داري ومن رجل بجوج، ما كنقدرش ندير بزاف ديال الحوايج. ما قديتش نعيش في العروبيه، كيمشي وكيخليني، منين كيجي كيبقى يضربني كيسطملي على راسي. يعني انت كنتي مريضه من ظهرك هو كان كيضرب كل مره؟ واه كنت مريضه من ظهري. من بعد ما قديتش نعيش في العروبيه، ما كنتش كنلقى، ما كنتش كناكل. انا حامله كان خصني ناكل، كان خصني بزاف د الحوايج، كنت كنبغي شي حال من حاجه ما كنتش كنجبرها. ما كانش كيبقى يضربني. كنت عايشه معاه مع وليدي؟ كنت عايشه معاهم غير 4 شهور، وديك 4 شهور دارت ليا بالعذاب. ما قديتش، صافي جيت بولدي من دارنا، دارنا ما قبلوليش بولدي. انا ما قدرتش نسمح في ولدي، ما يمكنش. قولي علاش تجوجتي كنتي صغيره؟ انا كنت باقا صغيره وبا ما عنديش اللي غادي يقريني، اللي غادي يكسيني، اللي غادي. قلت لهم ما نتزوج ولا نتاه في الزنقه، اللهم نتزوج، انا ما عنديش اللي غادي يحميني، ما عنديش اللي غادي. قلت صافي جا هاد ولد الناس غادي نتزوج به. يعني ما نويتيش غتخرجي؟ لا لا ما نويتش. دابا شنو كطالبي؟ ما بغيتش خويا ندي. انا ما نعيشت في الزنقه، ما نقدرش نعيش في الزنقه، هذه هي الحاجه الوحيده. حيت انا ملي كنت واخا كان عندي الحديد في داري وكان مهرس لي وكنت مريضه، ما كنقدرش نزيد، ما قديتش نسمح في ولدي. مشيت كنخدم في الديور عند الناس، كنهز الطبالي، كنهز المصيق الزرابي، كنت كنقول لهم راه ما تخلصونيش، المهم ولدي ياكل ويشرب. انا بغيت ولدي يعيش، يعني شحال من حاجه ما لحقتهاش. انا بغيت ولدي يكون احسن مني. صافي صبرت مع هذوك الناس، بقيت خدامه من دار لدار، من عند هادي لعند هادي. صافي ملي ولدي بدا كيكبر حسيت بانه بدا كيتعقد، كيقول لها ماما علاش حنا كناكلوا ماما في الكوزينه، علاش حنا ماما. قررت باش انني نخرج نكري بيت مع الجيران وغادي نعيش مع ولدي. خرجت كريت مع بيت مع الجيران، عييت كنقلب على جمعيات، حتى شي حد ما مد لي المساعده، حتى شي حد ما. اصلا انا ما كنتش كنرضى، ما كنتش كنبغي نقول داكشي اللي في قلبي، كنت كنعيش غير مع راسي. صافي ولدي منين كبر دار دابا 8 سنين تبارك الله، عنده كاري انا وياه هاد البيت وعايشه انا وياه. واخا ما كنتش كنقدر نزيد، واخا ما كنتش كنقدر نتحرك، كنت كنبرك على نفسي وكنمشي نخدم وباش نجيب لولدي ما ياكل. علاش انا خويا ماما نعيشت في الزنقه؟
ما نقدرش نعيش في الزنقة. قلتي ما عمرك يعني ما كترضاش مشي تطلب للناس ولا لا؟ بالضبط اليوم خرجتي في الفيديو حيت ما لقيت حتى شي حل. على قبل ولدي تقهرت، ما بغيتش نعيش في الزنقة ما عمرني عشت فيها وما نقدرش، مبقيتش كنقدر. كاين شي حد كيعاون؟ لا، غير الله سبحانه وتعالى. الناس اللي غتشوف هاد الفيديو شنو تقول لهم؟ انا ما بغيتش نضيع انا ولدي، انا ما عمرني عشت في الزنقة ما نقدرش نعيش في الزنقة. انا بغيت ولدي يعيش، بغيتو يقرا، بغيتو يكون مستوى عالي، وخبا سمع فيه ما نسمعش فيه. انا ما خرجت بهذا الفيديو هكا وكنهضر صافي، ما قديتش، ما بقيتش قادره، ما كنقدرش نخدم. دابا الطبيب كيقول لي عندك عامين كاع ما تخدميش، حيت هذاك الحديد اللي دايره في ظهري عندي في العرق ديال الراس، يعني ما يمكنليش نهز الثقل، ما يمكنليش نمشي بزاف، ما يمكنليش ندير بزاف ديال الحوايج، خصني نبقى ناعسه غير على ظهري. وانا لا بغيت ناعسه راه ما عنديش اللي غادي يصرف عليا، ما عنديش اللي غادي يجيب لي ولدي ما ياكل ولا يشوف واش نخصو، يعني انا الوحيده المعيله ديالو، انا الوحيده اللي كنت كنقدر، واخا ما كنقدرش نمشي، ما كنقدرش ندير بزاف ديال الحوايج، كنصبر وكنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. فينا ولدي هو كيكبر قدامي، واش غادي نرميه للزنقه؟ واش غادي ندير الخيريه؟ راه من المستحيلات. وليت كنفكر حاليا انني نموت وما نبقاش عايش في هذا الوضع، حيت عييت، ما كاينش اللي كيدق عليا الباب ويقول لي هاكي تدرهم. اذا طلبوا منك الوليد ديال الخيريه تقول لي ما قدرش. حيت انا كنت بغيت نسمح فيه ولا ندير الخيريه، كنت ديتو ملي كنت باقا صغيره. ما قدرتش نعيش بلا ولدي، ما قدرتش. هو اللي عندي هو اللي كيتسخر عليا، هو اللي كيجيب لي نشرب، كيز لي سطوله ديال الماء فيهم 6 يطرو 7 يطرو، كيغسل لي المعن، كيلبسني حوايج، كيعاون في الدار. هو اللي كيقرب لي كلشي. انا بلا سليم ما نقدرش نعيش. الكلمه الاخيره اللي كنقول وكنطلب من الناس، انا راني ما عمرني عشت في الزنقه وما نقدرش نعيش في الزنقه. بغيت لي يعاونني ويساندني ويوقف جنبي انا قبل ولدي. ولدي باقي صغير وانا باقي صغيره وما نقدرش على الزنقه، ما نقدرش. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.